Hello, my name is Hannah and I'm here to take part in this peaceful demonstration for a better future for Algeria. السلام عليكم إخواني، نحن اليوم في 8 مارس عيد المرأة الجزائرية، ونحن نواصل وقفتنا ضد العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. رسالة الجالية هنا تقول أن الجزائريين يجمعون على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أكل عليه الدهر وشرب، ويجب إعطاء الفرصة للشباب وأيضا للشخصيات الأخرى التي تستطيع حمل المشعل، مشعل الجزائر. صلاح الدين بقعاش، لندن. شكرا. السلام عليكم، رانا هنا يوم السبت 8 مارس مرة ثانية باش نقولوا لا لعهدة رابعة ولا لعهدة رابعة ولا لعهدة رابعة. السلام عليكم. فقا خير. هاي صلاح، أنا واش نقول لك، هذه احنا جينا المرة الثانية، احنا السبت هذا ثاني، والقضية معروفة. أنا من الأصل مقاطع ضد هذا النظام، هذا الحالة اللي راهي فيها البلاد، لازم نقطع تماما مع هذا الرداء اللي راهي وهذا التعفن اللي راه، ولازم نمشيو لبداية جديدة. أنا قلتها الأسبوع اللي فات نعاودها، ما عنديش كلام واحد آخر، يعني هو هو. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. احنا مازلنا واقفين ورانا مازال نقولوا لا للعهدة الرابعة، وزدنا يعني تبيننا الناس هذو تاع مصالح، كي رانا نشوفوا في سلال راه يعمل حملة انتخابية فخامته قال طاب جلنا، وراه زاد قال اللي فات وقته ما يطبع في وقت الناس، وقال عاش من عرف قدره، ملك يعرف قدره، خلوه يروح يريح، خلونا الشباب تخدم لنا البلاد. نعم، وفي يوم 8 مارس عيد المرأة، الناس يعني لازم يكرموا المرأة ويكرموا الأب ويكرموا الأخت ويكرموا كل النساء الجزائريين. شفنا الشرطة تضرب في النساء وتطلع فيهم في الأراف، فرنسا ما دارتش هكذا، فرنسا كانت كي تشوف المجاهد تاخذ باباه ولا اخوه، بصح ما تديش امه. ولا بعد ما رانا نشوفوا يعني الاستقلال والجزائر يعني راهي ديك رافده راسها، رانا نشوفوا في النساء مسكن الشرطه تضرب بهم، والشرطي هذا مسكين كيفها غدوه يا اخي يضربونا بكري وطلبوا منا السماح، كيفها اليوم غدوه يزيدوا يطلبوا السماح من الشعب الجزائري؟ والشعب الجزائري عنده اموال، كيما راه يقول سلال عملنا لكم الجامعات ودرنا لكم الكهرباء ودرنا الماء في الريح في الريف ودعملنا وعملنا، هادو كاع دراهم الشعب، هادو دراهم البترول، واحد ما هو يصدق على واحد، كيعودوا يهضروا شغل راهم يمنوا، شغل حنا ودرنا وكذا، والشعب مسكين حقه وراه في الطرقات وفي الكهرباء وفي الماء وكذا. حنا حبينا نجيبوا ناس اللي يقوبوا بالشبيبه، الشبيبه اللي راهي عاطله لا شغل، شباب اللي ما عندوش شغل وين يروح؟ يروح يتبع على دروب ويتبع الطرق اللي ماشي مليحه، حتى المراه البنت ولا تخدم على اخوها غير باش ما يروح يتبع الطريق اللي خاطئه. يعني كان نزيدو نتكلمو ما ناش حابسين، الشعب قلبه راه معمر، حبينا يخرجوا بسلام، حبينا يخرجوا بسلام من هذا الشيء هذا اللي راهم يعملوا فيه، يخلوا ناس اللي تقوم بالبلاد هذه، بلاد غنيه، بلاد ما يخصها والو، يقولوا بوتفليقة هو اللي عمل له دار، احنا دراهمنا دراهم البترول اللي دار. بوتفليقة مسكين، كان جاء اي انسان يقدر يعقب هذا الشيء هذا. بوتفليقة مسكين لقى الخزينة والبترول طلع، هذوك الأموال تاع الشعب دار بهم المشاريع، أي انسان يقدر يديرهم. وبارك الله فيكم،
وربي ينصر الحق ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم. ورانا وخلنا مع خوتنا هنايا. وكونتر سيستم جديد. اللي راه يقولوا كادري كونتر. انا كنا واقفين مع خوتنا هنايا كونتر عليهم. ومن ذاك العام كونتر عليهم وقعدوا توجور كونتر عليهم. هذا هو. صحه لي زون فيها خويا يعطيك الصحه. بارك الله فيك. بارك الله فيك. اخواني الجزائريين السلام عليكم. احنا هنا في وقفة لتضامن مع الشعب الجزائري ضد العهد الرابعة وضد الفساد في الجزائر ولنتضامن مع الشعب وفي من أجل التجديد وتجديد الحكومة وتجديد النظام الجزائري لصالح الشعب الجزائري ولصالح الديمقراطية. وشكرا. السلام عليكم. أنا مواطن مثل مواطنين في الجزائر سواء اللي في لندن هنا ولا في الجزائر. بغيت نعبر على رأيي كمواطن جزائري. راني ضد مش ضد بوتفليقة كشخص، ضد المنظومة هذه كاملة. حتى ولو مش بوتفليقة اللي ترشح سواء أي كان واحد ترشح هو بالحالة تاع بوتفليقة هذه راح نعارض. لأن وصلنا للوقت اللي فيها بركات. مضى بينا أن هي الناس هذو يسلموا وهذا الشيء الرئيس بوتفليقة أنه يروح يرتاح يروح راه مريض راه كبير الآن. نخليوه كأب كأخ كبير كإنسان مسؤول نشوروه نسألوه في أمور تاع البلاد ولكني باش يقدر يمشي الجزائر منه وجديد 50 جاية أنا أعتقد ما يقدرش وما يستطرش بيه بالمنظومة اللي دايرة به ماذا بينا نتمناه أنه يسلموا البلاد مشي هذا يعني الناس اللي يقدروا مشي البلاد مشي سلميا هذا هو شيء من بلاد الجزائر. بارك الله في خير. بون السلام عليكم. احنا جينا لهنا اليوم دائما المره الثانيه باش نندد بالعهد الرابعه ونندد كذلك بنظام المخابرات. والمطلب تاعنا هو واضح ان جميع الفئات الشعب الجزائري توحد وتنادي بمقاطعه الانتخابات وتنادي بفتره انتقاليه وين راح يتم فيها ترميم وهيكلة المؤسسات الحساسة حل البرلمان بغرفتيه إعادة صياغة دستور يناسب تطلعات الشعب الجزائري وكذلك إعداد انتخابات برلمانية ورئاسية إلى ما هنالك من أمور. فبالتالي جينا لهنا مرة ثانية باش نطالب هذه الأمور كلها. شكرا. بارك الله. أغلى ما هي أغلى هدية تقدمها للجزائر؟ نفسي وروحي ومالي وكل شيء. ديك يا جزائر. أي بالضبط هذا هي. وهذا ما نحن من أجله هنا. شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة. من قال هذا عن أصله أو قال ما قال ماذا فعل؟ خلاص. هذا كل المتفقين عليه. ألا أيها الظالمون الماذا؟ فحق الجهاد وحق الفداء. أنا أتركهم يغصبون العروبة. مجد الأبوة والسؤدادة وليس بغير صليل السيوف يجدون صوت الله نعم صدى مع مسايد كينا السلام عليكم خونا. احنا جينا هنا باش نقولوا لا للنظام يعني ولا للعهدة الرابعة ولا كذلك لبوتفليقة أصلا ونساء يجبدوهم مشعر في الشارع يعني لا هذه احنا ما نقبلوهاش أبدا احنا ونزيد نكرر ونعاود نقرر احنا ضد منظومة الحكم وضد العهدة الرابعة وضد أنا شخصياً هذا رأيي ضد بوتفليقة يعني بشخص وشكراً وبارك الله فيك. السلام عليكم خوتي. هذه وقفة دوزيام اللي رانا هنا في لندن درنا ديجا سمانة اللي فاتت يعني احنا درك ما نشرح احنا نسكتوا على هذا المهزلة اللي رأي في البلاد. على كل حال ان شاء الله نقعدوا واقفين حتى يسقط هذا النظام بكل الأجنحة حتى. وهذه يا خاوتي السلام عليكم. وقفوا رجل واحد. السلام عليكم. اولا نتحي الشعب الجزائري الشعب الباطل لو يدافع على بلاده وما دابين احنا رانا هنا ماشي غير على العهد الرابعة لانا حتى على كلش لازم تغيير جذري للحكم بركات عيينا الشعب تاعنا راه يسوفري وكيفاش وثاني ماناش ضد كيفاش يضربوا النساء ويضربوا لي جين والرجال ويضربوهم ولاد الحواس ولاد الشهداء ولاد في لاليس طويله كيفاش يضربوا الشعب اللي هو عنده قيمه كبيره طيحوا لنا قفله وبهدلونا مع الاجناس كاع
يتبدلوا خاطر الشعب الجزائري راه يلمس بالبلاد ما فيهاش لا سيكوريتي لا حاجه كم الخماج البلاد اللي كنا احنا مقدمين عليهم راهم بحرونا ولا مقدمين احنا رانا نزيدوا غير التخلف رانا نزيدوا للوراء وين رانا رايحين ما نستاهلوش واش صاري في الجزائر ما نستاهل الشعب الجزائري ما يستاهل ما يستاهلش واش صاري له بركات نحبوا دي جون دي انتيليكتوال الناس اللي قادرين يسيروا البلاد كما يقول لك لون كيلفو لا بلاص كيلفو واحد اللي ما يقدرش يسير البلاد انسان ما نحتاجش ضد حتى اي شخص انا ضد المنظومه وضد العهده الرابعه وبدا بنفس الجزائر رانا هاملين في بلادات الناس وكرهنا اناف از اناف ذا رايت بيبل ان ذا رايت بليس أزول في الأول كنا نتلم نسدر ذاكيا نسوتيني مع المهمو يا غينيا أدنيني بلي أقرا أوني كونتر الكونديداتور مسيو يا غينيا بور سوتيني روسي لو بوفوار يبغينا فولا ذاكيا يعطيك الصحة يعطيك الصحة ثمرة يا أخي أنا راني هنايا راني هنايا باش تضامنا مع الشعب تاعنا اللي راهم في الجزائر مساكن راهم يتبهدلوا حنا لهنا شوف ما شاء الله ما راناش في بلادنا ما كاين حتى شرطي ما كاين حتى بوليسي نورمالمون في الجزائر راهي هكذا هي وقفه سلميه جابوا لهم لابوليس الشرطه ما على باليش منين خرجت الشرطه تاع العالم كاع دخلوها الجزائر ولا الجزائريه يضربوا في العجايز يضربوا في نسا عراو نسا تاوعنا عراوهم بهدلوهم ضربوهم مسحوا بهم الارض ورجعوا وين بها هادو جزائريين هم يضربوا على حقك هم يضربوا على حقي انايا وهم يضربوا على حقك انت علاه البوليسي من غدوه راح يعطوا له بلاد وحده ياك راح يعيش مالك تسقم تسقم على ولادو تسقم على ولادي انا وحدي برك تسقم على ولادنا تسقم على ولادنا كاع جزائريين يا خوتي واش راح نقول لكم انا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم واش راهم يضربوا في الشعب تاعهم يضربوا في خوتهم على بوليسي واش يكون منين جابوه من موني ياك جزائري عنده خوه يمشي في الزنقه كيما انايا كيما انت يا اخويا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم لا للعهد الرابعه ولا خمسه ولا ان شاء الله يطرح كاع الحكومه هذه اك الله فيك السلام عليكم السلام ورحمه الله معكم عباد احنا واش نقولوا دوكا راكم بيتونا بالبيان باللي مازلنا مستعمرين حتى الشهاده الطبيه جينا من فرنسا تما مازلنا مستعمرين لاكو تقولوا تخافوا على الحدود احنا رانا مستعدين نعاونوكم نحاربوا على بلادنا على هذا العلام عطوني سلاح دوك نهبط نقعد في الحدود نسمح في ولادي ومرضي عطوني سلاح لما حاميش على الجزائر بصح الاستعمار ما نقبلوش الشهاده الطبيه راح تجيبوها في روسيا وين راح تديونا حبيتوا تهبلونا خلاص ما تحبوش الاستعمار بركات السلام عليكم خويا علاش انا وانا هنا انا كونتر واحد الرابعه وكونتر الدي ار اس نجدو ما احنا ماناش نحبسوا منا حتى البوتفليقه يروح سي لا نقاش فيها ان شاء الله نتمنى الجاليه الجزائريه يزيدوا هنا انا كيشوف الجاليه الجزائريه يبكوا على لي بي دافيون يشكو على لي بي دافيون بصح الحق المشكل الاساسي ما يشكوش عليه صا سي ديكوتي الاساس اليوم يزيدوا في البي دافيون راهم هنا يحكموا فيكم قابلينها وبس تجوا معانا هنا توقفوا مع الاخوه تاعكم راكم قاعدين في بيوتكم سا حبوا خير البي رخيص تروحوا الجزائر تروحوا تلبس بولو وتدور في الجزائر تقول الجزائر مليحه ها كاينه افر في الجزائر نوضوا على روحكم يلا ما تحبوا الدل تعيشوا حيدكم كاع في الدل والبي دافي والله ما يطيح كملوا هكذا السلام عليكم السلام خويا السلام عليكم انا هذاك نهار كنت نشوف التلفازه يعني انا جزائري وحار وقلبي سخون كنت نشوف نقاش في شروق مع الدكتوره بوراوي مع وحده من البرلمان هذيك اللي دارها حجاب لي فوطالي عمي الخضر والله ما على بالي واسمها الجزائريين يعرفوها دوكا خلاص لي فوطالي عمي الخضر والله غير نتاسف انا وحده من البرلمان اللي فوت عليها الشعب كي قالت لها دكتور بوراوي قالت لها علاش يروح يداوي في فال دي غراس قالت لها علاش حبيت يداوي السبيطار تاع مفتاح دوك هذه ام بي تاع الجزائر تضحك على السبيطار تاع مفتاح صح السبيطار تاع مفتاح تضحك عليه باسكو السبيطار تاع مفتاح في حاله يرتى ماشي غير السبيطار تاع السبيطار تاع الجزائر كاع الجزائر كاع راهي سبيطار السبيطار تاع الجزائر صح يرتى لهم وتبكي عليهم ماشي تضحك عليهم ماما تبكي صح انت خدمتك وشنو خدمتك باش تضحكي على السبيطار ولا باش تخدمي السبيطار اصلا ولا طلعت هي وتضحك عليهم وتحوس تدي 30 مليون
في الشهر وتدي باسبور ديبلوماتيك. لو باسبور ديبلوماتيك كيفاش يتخ ديبلومات بوغ افوار ان باسبور ديبلوماتيك؟ ما تقدريش انت تدي باسبور ديبلوماتيك وتحكي على السبيطار تاع بلادك، سي غراف والله العظيم غريب. ما دام ناس كيما هادو ما راهم في البوفوار، الاخر راح يطلع بريزيدون قال لك البطاطا دير 1,500,000 الكيلو، تمسخروا بينا. هذوك هادو عباد، هادو ما يفوت حتى هادو ما اللي خلاهم، هادو ما مريحين في لي زيليكسيون بريزيدونسيال، ماشي بوتفليقه هو اللي يطلع. دوك تمسخروا بينا، ما اوني با كون، ما راناش مهابل، ما راناش حمير. الناس راه واعي، الشعب راه واعي. صح كاين اللي زطلتوه وكاين اللي طبعتوا له الكاشيات وكاين اللي صح، ماشي كاع لا بليبار كاع الحمد لله يا ربي، رانا قاريين ورانا بصحتنا والحمد لله يا ربي. وكاين رجال قادرين يرفدوا البلاد هذه، والله العظيم غير عطوا لهم نهار غير تشوفوا ان شونجمون راديكال، والله والله والله. والسلام عليكم. عليك السلام. وي صالح، انا باش نقول لك كيما كان يقول الاخ على الاخت هذيك اللي ربي يهديها ان شاء الله على كل، اللي قالت له وين يروح يداوي في السبيطار المفتاح. كاين جزائريين راهم يموتوا، كاين الدواء اللي ما صابوش باش يداوي، وانت تستهزئ وتضحكي على كيما نقول لك على السبيطار المفتاح. معليش انا لو بلي غراف كو هذه ماشي البرنامج اللي قالت يروح يداوي في السبيطار المفتاح اللي اهانت الشعب تاع مفتاح وسبيطارة تاع الجزائر والجزائر كعامة. أنا اللي غادتني كيفاه وزير يسب الشعب الجزائري بأي حق؟ عمارة بن يونس يقول نعلبو اللي ما يحبناش، أنا من حقي نكون ما نحبكش، تما كلا تسبني تسبنيش، المحبة ماشي بالسيف، ما نحبكش درع. عمارة بن يونس لازم تعتذر للشعب الجزائري، أنا ماشي درع ليا، لازم نكون نحبك ولا نحب بوتفليقة ولا نحب عمار ولا ما تسبنيش خويا، انت وزير ماكش تخلص من دراهم الشعب الجزائري باش تسب الشعب الجزائري. والقلب راه معمر صالح، على بالي كان نبدا والله ما نحبس ما نكذبش عليك. حنا المشكل ما راهش كيما نقولوا حنا شغل في عهده رابعه ولا، المشكل راه انا ما نطالبش انا طالب بتطبيق الماده 88 من الدستور. هذا الرئيس راه عاجز، اعتقد 136 هذا الرئيس راه عاجز، الله غالب، الله يجيب له شفاء ان شاء الله يرتاح وان شاء الله يخرج من الباب الواسع. ما تطبعوهش على راسه باش كيما نقولوا حنا كيما الباركور اللي داروا كاع توسخوه له في دقيقه الاخرى. حنا هذا الرئيس هو عاجز ماهوش قادر يا خويا، يقل جيبوا واحد اخر اللي قادر. واش عندكم غير واحد؟ جيبوا واحد اخر اللي قادر. حنايا انا شخصيا انا كنت مع الرئيس بوتفليقه نهار جا، نهار قال لهم جيت باش نطفي نار الفتنه وجعل الاستقرار، كنا معاه. صح دوكا ترشح تاع رشيد بوتفليقه اللي يجيب لا استقرار حنا رانا ضد هذا، ما عندناش نقدر نقول. يعطيك الصحه اخويا، ويعطيكم الصحه. صحه اخويا عثمان، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا من اجل خاطر الفوق، خاطر الفوق يهضر معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا من اجل وقوف وقفتها مع الشعب الجزائري لنتضامن مع اهلنا في الجزائر، ونقول ذلك العهده الرابعه. هذه العهده الرابعه اللي أراد البعض أن يجعلها الشجرة التي تغطي غابة الفساد في الجزائر. الرئيس أصبح مثل الشجرة التي تغطي الفساد في الجزائر، لذلك نحن نقول لا لهذه العهدة الرابعة، رغم علمنا علم اليقين بأنه لا يمكن مشكل هذه العهدة الرابعة، إنه تحصيل حاصل. ولكن إذا كانت العهودات السابقة أو العهدات السابقة تخللها بعض الاضطرابات أو الإضرابات المطلبية الاجتماعية، فنقول للذين يدفعون إلى العهدة الرابعة أن العهدة الرابعة سوف تكون مطالب من نوع آخر. هذه المطالب سوف تكون مطالب سياسية، هذه المطالب سوف تكون مطالب من أجل دولة القانون، دولة الحقوق، دولة الحقوق والواجبات. نؤكد على كلمة الواجبات، ونحن هنا نقوم بواجبنا ليس إلا. إذن العهدة الرابعة لا يمكن أن تكون مثل سابقاتها. العهدة الرابعة سوف تكون وبالا على الذين أرادوا أن يرهنوا مستقبل ومصير الجزائر في شخص مريض شفاه الله. إذن نقول لهم الذي يقوم بالفتنة والذي يثير الفتنة في أوساط الشعب الجزائري هم الذين يدفعون إلى العهدة الرابعة. أما الذين ينادون ويقولون كفى لهذا التلاعب بإرادة الشعب
فهم وطنيون مخلصون لا يحرفهم أي شيء سوى الغير على هذا الوطن. السلام عليكم. رانا هنا يا كونتر الأساسات اللي راهم صاري في البلاد والانتخابات المزورة. لازم الانتخابات تكون بكل شفافية، فهمتني؟ والراجل الصادق كما الراجل المناسب كما كان المسؤول. سما دوك حنا كيشوفوا البرلمان دوكا مثلا شغل فهمتني، البرلمان تاع دوكا اللي تشوفوهم شغل دي كلون، شغل دي كلون قاعدين يضحكوا لما نشعر فيك ما فهمتش. في حين كاين شباب قادرين خويا سام، كاين شباب قادرين يهضروا العربيه مليح، يقدروا يمثلونا في الخارج، يقدروا يسيروا البلاد. وهذا هو حنا لا كوربسيون اللي هزت البلاد من سنوات لا كوربسيون اللي والرشوه وهذا الشيء يعني والحضره سيتو الحضره. كاين جامعيين خرجوا ما صابوش الشعب مثلا الان، علاش ما يعاونوهمش؟ هما اللي قادرين يسيروا. علاش لازم تجيب واحد كان يلعب في فيلم يجي برنا؟ ما فهمتش. كان يلعب فيلم ولا ماشي عارف، ماشي مشكل. كاين بريزيدون تاع امريكان هذاك البرومي واسمه رولاند ريغان، كان اكتور جامعي قادر بزاف، قادر يمشي قادر وقرا، ماشي مثلا غير جا الضم راح البرلمان وقبله. لا لازم يكون واحد مؤهل. وهاد العياط كاين بزاف اللي يعيطوا سلم، حب سلميه عجوز. علاش واحد الانسان دوك شنو اللي علاش واحد يضربها؟ جات مثلا مسكينه جيت تحضر واحد سي اخي ديمقراطيه، علاش نضربوها؟ ما نضربوهاش على الضربه وحسبناها ما تضربش. خلي الناس الا ما عملوش المظاهرات في الشوارع وما حكسروش معليش، واحد ما يكسرش معليش، نهار يكسر صح سي هذيك عجوز تكسر واش دير هذيك؟ لا بارك الله فيك، يعطيك الصحة خويا رضا. ها نحن نطيف من أجل الجزائر، ليس من أجل أي أحد بالمناسبة، لأن الجزائر إنها تشكو، ويجب على كل جزائري أن يقف هذه الوقفة من أجل الجزائر لتكون جزائر قوية وكفى. وهذه رسالة للجميع. السلام عليكم. احنا هنايا نندد بالمهزلة اللي توقع في بلادنا، بكل بساطة احنا نأدي في واجبنا لنساند اخواننا اللي في البلاد ما قدروش يوصلوا صوتهم بالاعتقالات وشي لها وسرا. احنا هنا الحمد لله رانا في حرية كما تشوف، ما كنتش لي هدر معك، هذا اضعف الايمان، وربي ينصر الحق ان شاء الله. السلام عليكم. انا جيت لهنا يا بابو ما عندي حتى حزب سياسي ولا مراسل سياسي لا لا لا، لكن جيت لهنا يا ضد قمع حفر المظاهرات، لان الناس عندها الحق باش تظاهر وتعبر على موقف سياسي. السلام عليكم. هنا باش نشاركوا في هذا التجمع السلمي. رانا في منعرج خطير ولازمنا تغيير جذري، ونطلب من الزعماء تاعنا ولا عندهم ذره من الحب تاع الجزائر باش يسهروا على ديمقراطيه حقيقيه ولا وراثيه ولا ملكيه ولا عهده. شكرا. لا وجدال الدياراس زياري الاساس، ان شاء الله يروحوا كامل كي الدياراس كي تحكي كي جروب تاع وجده، ان شاء الله يروحوا قاعده او ان شاء الله يحكموها لفهم الشعب الجزائري الحر. والسلام عليكم. معك سلام. السلام عليكم اخواتي الجزائريين. اليوم انا قدام القنصليه الجزائريه، انا في احتجاج حق العهده الرابعه، ان شاء الله تشوفوا النداء تاعنا. لا للعهده الرابعه ولا لهذا الحكومه هذه تاع ماهيش حكومه جزائريه، باسكو اللي عنده شويه روح تاع الجزائريه والله ما يدير واش راهم يديروا فينا. ربي وكيلهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.